السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أحييكم من جديد وحلقة جديدة من ساعة محبة. حديثنا لهذا اليوم حول موضوع الفن وأبعاده الحضارية. ليس الفن كما نتخيل هو مجرد لهو أو مجرد عبث أو نوع من الوسائل التي ربما نبتعد من خلالها عن الدين، وإنما الفن له فوائد وله آثار كبيرة جدا سوف نناقشها في هذه الحلقة اليوم. وضيفنا لهذه الحلقة الدكتور أيمن تيسير، عميد كلية الفنون والفنان الأردني والأكاديمي المعروف. دكتور أيمن، أهلا وسهلا بكم. شكرا دكتور، شكرا، سعيد أن أكون معك. الله يسلمك دكتور. يعني بداية، لما نقول كلمة فن، يعني هاي الكلمة خاصة في مفاهيم قد تكون سلبية، مفاهيم غير واضحة في أذهان كثير من الناس، يعني كيف نقدم تفسير أو شرح لهذه الكلمة بطريقة بسيطة وواضحة للناس؟ صحيح، حقيقة الفن يعني هو مرتبط بشيء طبيعي. نحن نعتقد حسب ما أرخ لهذا الفن بأنه أحد العلوم الطبيعية اللي رب العالمين خلقها. يعني في على سبيل المثال، في جميع الحضارات وأقدمهم الحضارة الإغريقية اللي هي بنعتبرها المرجعية الأولى في دراستنا، كانت تعتقد بأن الموسيقى على سبيل المثال هي إحدى الفنون الأربعة الطبيعية الموجودة، إضافة إلى علم الفلك وعلم الرياضيات أو علم والطب. فتداخل الموسيقى يعني ضمن هذه العلوم الطبيعية بدأت هي كعلم، ومن ثم هذا العلم تطور وأصبح يعني أداة للترويح عن النفس، وهي لأنه مرتبطة طبيا فينا كناس كبشر، يعني لأنه إلها تأثير على جسمنا وصحتنا وعقلنا وحاسيسنا مشاعرنا. فالفن شيء مرتبط فينا كبشر، مرتبط في يعني تصوير الحضارات، لأنه في زي ما تفضلت عنوان الحلقة أبعاد الحضارات، يعني أبعاد الفن وأبعاده الحضارية. المقولة المشهورة أنه إذا أردت أن تتعرف على حضارة شعب فاستمع إلى موسيقى أو انظر إلى فنه، فهي مرآة تقدم الحضارات والشعوب. فالفن شيء جزء أساسي من مكون الحضارة على مر العصور. جميل. طب دكتور، علاقة الفن والجمال، يعني عادة إنه الفن كأنه بمثابة نافذة نطل من خلالها على واحة جميلة، على حدائق جميلة جدا، وكأنها نافذة تطل بنا نحو الجمال. هاي العلاقة ما بين الفن والجمال؟ صحيح، العلاقة يعني مرتبطة بأكثر من محور. أنا إذا بدي أقسم هذه العلاقة يجب أن أتحدث عن أنواع الفنون بشكل عام، سواء كانت الفنون التشكيلية وعلاقة اللون في هذا الشيء، يعني انسجام الألوان مع بعضها، هي أصلا يعني من رب العالمين خلق طبيعة هناك ألوان منسجمة مع بعضها تعطيك صورة من الجمال لا منتهي. الموسيقى بدأت من الطبيعة والأصوات، ومن ثم تطورت بالموسيقى اللي صنعها الإنسان وتأثيرها على النفس وتأثيرها على الجسم، كيف الجسم مستعد أنه يفرز هرمونات معينة عندما يستمع إلى هذه الموسيقى. هذا يعني مش من صنع الإنسان، هذا من صنع الخالق. أن تستمع إلى موسيقى فالدماغ يتأثر بما يسمع، فيعطي أمر للغدد أن تفرز هرمونات معينة تسبب الراحة النفسية، تسبب الصفاء الذهني، تسبب التفكير السليم. أيضا المسرح كونه يجسد يعني انفعالات معينة ويعبر عن حالات أو علاقات ما بين الإنسان أو الخالق أو الملك أو الإمبراطور whatever. فكل الفنون لها دور ولها علاقة بين كونها فن وكونها تعبر عن موضوع الفن والجمال والأحاسيس. جميل. يعني دكتور، احنا ربما سندخل في كل نوع من هذه الأنواع على حدة نتحدث عنه. صحيح. ولكن يعني كمقدمة عامة، يعني إذا أردنا أنه نعرف يعني لماذا الإنسان أو من هو الإنسان الفنان، يعني كيف
نطلق على شخص أنه فنان، وهذا الفنان هل يملك موهبة فطرية، ولا ممكن أنه هو يصبح فنان من خلال تدريب، من خلال صحيح. مهارة أنه إحنا نعده ونعطيه مهارات؟ صحيح. إذن هو يعني السؤال الأول هو من هو الفنان؟ صحيح، هو الفنان اللي رب العالمين وهبه موهبة معينة وميزه عن غيره من الناس بشيء خاص. هذا الشيء الخاص قد يكون جانب موسيقي، قد يكون جانب تشكيلي أو بالفنون البصرية أو مسرحية أو بالشعر أو بأي موهبة، بالقصة، بالرواية، لكن اللي دائما بحب أكد عليه إنه جميع البشر هم لديهم الاستعداد الفطري أن يكونوا فنانين. الجميع هذه حقيقة مثبتة علميا، لأنه يعني الدماغ هذا الجزء المعقد، هناك جزء في هذا الدماغ مخصص لاستيعاب الفن لدينا. جميل، يعني كلنا مبدعين، كلنا موهوبين، كلنا نخلق، ولكن لم نكتشف هاي الموهبة، يعني هكذا بالضبط، يا إما لم نكتشف أو لا نريد أن نكتشف. لا نريد لهذه الموهبة أن تظهر. هذه أو هذا الاستعداد اللي بنسميه الابيليتي احنا عندنا، هذا الاستعداد إذا لم يؤخذ فيه ويدرب ويصقل يبقى كما هو، يبقى هو استعداد. إذا هذا الاستعداد أخذ فيه وصقل وتدرب ومارس يتفاعل ويتطور. لكن إذا لم يتم هذا الكلام سيبقى هذا الاستعداد كما هو، بل بالعكس قد يعني نوع من القابلية، كأنه هي قابلية موجودة. هون ذكرتني دكتور في آية في نهاية سورة الكهف الحقيقة، يعني بتتضمن هذا المعنى اللي أشرت له، بتقول الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. العين مغطاة عن ذكر الله، مع أنه العين ما بتحكيش، ولكن أنا توقفت عند هذه الآية وقلت أنه عندما تدرك العين جمال المخلوق، ومثل ما تفضلت الألوان والتناسق وهذا صحيح. النظام العجيب للألوان، فإنها تبدأ مشروع الإحساس بالإبداع والمبدع. صحيح. إذن كأنه كل إنسان عنده قابلية أنه يشوف، بس مرات منغطي تماما، فما أدري يعني كيف هذا اللي قصدته. نعم. تماما تماما، هو الاستعداد. مشان هيك يمكن الفرق بيننا وبين العالم الأوروبي والأمريكي المتطورين يعني فكريا في هذا الجانب، يعو تماما أن هذا الشيء هو جزء أساسي موجود لدينا كبشر منذ الولادة والخلق، ولكن ما يفرق عنا أنهم هم هذا الكلام أسسوا في مناهجهم الدراسية بحيث يتم تطوير هذه المواهب وهذه القابلية لدى كل الأطفال منذ مرحلة الطفولة المبكرة. بالتالي كل الطلاب يعني يعطوا نفس الفرصة لتطوير قابليتهم، بالتالي بعد فترة معينة تبدأ عملية الفرز من يتميز عن الآخر، من حب هذه هذه الموهبة وأراد أن يكمل فيها بها الطريق، ومن رأى أنه يعني يفضل أن يكون مستمع جيد. ما هو يا إما بتكون فنان يا بتكون مستمع جيد. جميل جميل. طب دكتور الطبيعة، يعني هل الطبيعة هي أم الفن؟ هل الطبيعة هي المخزن الكبير الذي ينهل منه الفنان؟ هل الفنان هو انعكاس للطبيعة؟ طبعا طبعا. يعني احنا ولدنا في طبيعة، لازلنا لليوم نحاول اكتشاف يعني عظمة خالق الطبيعة. يعني احيانا يعني يعجز العديد من الفنانين العظماء ان يصوروا جمال الطبيعة اللي خلق رب العالمين، ويحاولوا تصوير الطبيعة بأسلوبهم. نعم. لنقول لكن تبقى الطبيعة هي الأجمل، يعني هي اللوحة الأصلية. هي اللوحة الأصلية. أنا عجبني مرة أستاذي، أنا دائما أفتخر به، الشيخ محمد الغزال رحمه الله، قال يعني كيف يعجب الناس من لوحات مثلا الفنانين الكبار بيكاسو وهذول ولا يعجبوا للوحة الأصلية التي حاول هؤلاء الناس أن يقلدوها. وبالتالي كأنه
الفن دكتور، وأنا أعرف أنك رجل يعني صاحب حس روحي وصوفي، هل الفنان هو إنسان يعيش حالة روحية؟ هل الفنان هو صوفي يبحث عن الحقيقة؟ هل الفنان هو إنسان يريد أن يرتل الآيات ولكن بطريقة أخرى؟ هو يفترض هيك، يفترض أن يكون كما ذكرت. نعم. لكن طبعا ليس كل الفنانين يعني بهذا العمق، ربما بهذا العمق. الأصل هو هيك، لأنه إذا كان فنانا يعني لنقل فنانا موسيقيا أو مغني أو مطرب، يعني يفترض في يكون عنده هذا الحس، لأنه هو يستخدم كل مشاعره للتعبير. نعم. إذا كان مسرحي يستخدم أيضا كل مشاعره وأحاسيسه لتجسيد صورة وشخصية حتى يوصل هذه الفكرة للجمهور. وإذا كان فنان بصري تشكيلي نحات whatever شو كان، هو يحاول أن يستخدم إحساسه وفكره في التعبير عن ما يصنع. طب دكتور، هل الأحاسيس والمشاعر هي أساس موضوع الفن، ولا في جانب علمي ومعرفي في الموضوع؟ هل الفن هو قضية مشاعر نريد أن نعكسها بطريقة ألف، بطريقة المسرح، بطريقة الريشة، بصوت، بحركة، أم أن الفن أيضا هو نوع من أنواع البحث المعرفي، البحث العلمي؟ هما التنين لازم مع بعض. يعني لما بتكون فنان أنت تستخدم الحس والمشاعر المبني على علم. يعني لازم يكون في علم، لازم يكون في قواعد، وهذه القواعد تتعلمها في ضمن العلوم، من ثم تستخدم أحاسيسك في العلم اللي تعلمته. نعم. حتى تظهر في النتيجة أسلوبك كفنان في مختلف أنواع الفنون اللي ذكرناها. جميل جميل. طيب يعني هون السؤال البسيط اللي احنا يعني صراحة لازم نسأل أنفسنا، إنه ليش هناك نظرة سلبية في مجتمعاتنا لما يسمع إنه فلان فنان أو فلان الموسيقي أو الموسيقار؟ نعم. وبالتالي الفنان في حالة شك، الفنانات لازم يتحجبوا، الفنانين لازم يتوبوا. هاي النظرة دكتور، لماذا هناك شعور بأن الفن مدان في مجتمعاتنا، رغم أنه طبعا في كثير من الفن فن إيجابي وفن رائع وفن المقاومة والفن الشعبي والفن الملتزم والفن الذي يعبر عن الروحانيات والأناشيد وإلى غيره، السياسي والوطني؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ لأنه يعني الحقيقة بعض ممارسات الفنانين هي اللي شوهت الصورة. أيوة. يعني الفن في الأصل هو يعني زي ما يعني المقولة المشهورة، هو غذاء للروح. فأنت تغذي الروح عندما تسمع إلى موسيقى أو تحضر مسرحية فيها فكر وفيها رسالة، أو تشوف لوحات جميلة فيها فكر. في بعض الممارسات جعلت الفن مرتبط في اللهو فقط، دون رسالة. أي جوهر، دون أي قيمة فنية. أي قيمة. بالتالي وهذا المشكلة هون، المشكلة إنه هذا النوع من الفن تم تعميمه وتم اعتباره بالقياس، تم تسليط الضوء عليه إعلاميا أكثر. أيوة أيوة أيوة. فأصبح هو الغالب. نعم. عما يشاهده الناس أو يستمع إليه، بالتالي أصبح الفن في نظرة الغالبية هو هذا الفن. لكن إذا أردت أن تستمع إلى أمسية موسيقية فيها عمق موسيقي وفكر وصوفية وروحانية، لازم تروح تبحث عن هذا الفن في أماكن خاصة لا يرتادها إلا الناس المثقفين. جميل. المستمعين النخبويين. يعني نحن بحاجة أن نبحث عن الفن الحقيقي كما نبحث عن التدين الحقيقي. تماما. يعني تماما، كما أننا نجد أناس باسم التدين يسيء للدين، فهناك أناس باسم الفن يسيء للفن. تماما. وأناس باسم الشعر يتكسبون بالشعر، وأناس باسم الرياضة أو باسم أي شيء. صورة. لكن الفن بحد ذاته، هل تعتبر أن الفن بحد ذاته هو قيمة إنسانية يعني ضرورية جدا في الوجود؟ أو أنه الإنسان لو نزعنا الفن، لو تخيلنا أننا نزعنا هذا الفن من حياة الإنسان، ما الذي سوف يبقى للإنسان؟ لا شيء. أنا من وجهة نظري لا شيء. لا يمكن أن تتخيل العالم بدون فن.
لن يكون هناك معمار، لن يكون هناك طرق، لن يكون هناك هندسة، لن يكون أبداً. هناك علاقات إنسانية. جمال، يعني في الجمال والروح، يعني الجمال، الجمال والروح هما يعني جوهران جميل. وهنا دكتور يعني الحديث النبوي عندما قال أحد الصحابة يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يرى ثوبه جميل ونعله جميل، فقال إن الله جميل يحب الجمال. الجمال. لكن سنواصل وسأسمع تعليقك الحقيقة على هذا الحديث النبوي الذي يؤسس لمفهوم الفن في الإسلام أو وجهة النظر الإسلامية نحو الفن. ولكن أعزائي المشاهدين نواصل الحديث حول موضوع الفن وأبعاده الحضارية، ولكن بعد هذا الفاصل. معكم جديد أيها الأعزاء، والحديث عن موضوع الفن هو حديث يمس حياتنا جميعا. وكما قال الدكتور أيمن تسير قبل قليل، لو أننا نزعنا الفن من حياتنا كبشر ربما لا يبقى لنا الكثير في هذه الحياة من معاني ومن قيم. يعني دكتور أيمن، يعني كنت أشرت قبل قليل لموضوع الجمال، والحديث النبوي يقول إن أحدنا كما قال أحد الصحابة يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يرى ثوبه جميل ونعله جميل، فقال إن الله جميل يحب الجمال. نعم. إذن الجمال مصدره من الله تماما، ولذلك حتى أحد أو بعض العلماء قالوا من أسماء الله الحسنى الجميل. صحيح. فإذا كنا نحن نبحث عن الجمال فكأننا نبحث عن الله الحق، عن الله المعطي، عن الله المعين، عن الله الرحمن. فكلما اقتربنا من هذا الجمال كأنما اقتربنا من مصدر الجمال ومصدر الإبداع بديع السماوات والأرض. صح. ما رأيك في هذه النظرة الصوفية لمفهوم الجمال في الإسلام؟ أنا بعتقد دكتور يعني لو كل الناس انشغلت في أن تبحث عن الجمال هذا كفيل على أن الناس يعني سيصل بها المستوى الفكري إلى مستوى عالي جدا. لن يكون هناك حروب مثلا؟ لن، بالتأكيد. ولا نزاعات ولا؟ بالتأكيد. لأنه الجمال شيء زي ما تفضلت روحاني. يعني أنت تستطيع أن تستمع أو تتمتع في الجمال، لازم تبحث عنه. الجمال موجود في الطبيعة، موجود في البشر، موجود. لو نظرت إلى أي إنسان من زاوية أنه لديه بعض الصفات الجميلة وتعاملت معه على هذا الأساس لن ترى الغير الجميل في هذا الشخص. يعني بعزز الجانب الإيجابي، يعني تماماً. يجعلنا ننظر إلى الجوانب المشرقة في الحياة أكثر. تماماً تماماً تماماً. هي هاي الفكرة. يعني لو إحنا كبشر يعني هذا كان مبدأنا وكان عنا هم تعزيز هذه القيمة لدينا كبشر، كانت الضامن إلى أن نصل إلى مستويات رفيعة، وممكن يكون الإنتاج أحسن، ممكن يكون الفكر والتطور لهذا المجتمع أكثر. في آية الحقيقة وكأنه هي كلمة جمال ذكرت مرة واحدة في القرآن بالمناسبة. أحيانا كثرة ذكر الشيء قد لا يكون دليل على أهميته، وأحيانا ندرت ذكره دليل على قيمته. فولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يعني القرآن يشير للعربي، العربي الإبل بالنسبة له يعني هي شيء عجيب، فيه صنعة غريبة وإبداع غريب. فالقرآن يعلم العربي، يقول له ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، يعني عندما تجلسوا وتسكنوا من السفر والحركة وعندما تتحركوا. يعني مرة واحدة فقط القرآن الكريم ذكر الجمال. ولكن دكتور يعني من خلال وأنت يعني كما ذكرت يعني صاحب تجربة يعني فنية وروحية بنفس الوقت، يعني كيف تنظر للقرآن ككتاب للجمال، ككتاب يعبر عن هذه الجماليات الروحية والعاطفية والتصورية، التصوير الفني الجميل في القرآن الكريم، كيف تستشعر به عندما تتلو هذه الآيات القرآنية كإنسان مؤمن
عندك هذا الحس الروحي والفني، كيف تنظر للقرآن الكريم؟ يعني أول شيء أنا أنظر لكتاب الله يعني بأن هذه المعجزة أنظرها من زاويتي أنا كفنان، أجد أنها عبارة عن لوحة فنية بها كل المخزون الروحاني اللي ربنا وضعه فيه، من حيث بلاغة الكلام، من حيث بلاغة الصور اللي موجودة في القرآن. صور أحياناً إذا قرأت تقشعر لها البدن من المعنى اللي موجود فيها. هلأ يعني عندما أضفنا إليها ترتيل القرآن وتجويد القرآن، فأصبحت الموسيقى الموجودة في الترتيل القرآني لهذا الكلام تؤثر أعمق في النفوس، زادت من تأثير الكلام على النفس البشرية أكثر. فأنا عندما أستمع إلى محمد رفعت لنقول مثلا الشيخ محمد أو المنشاوي رفعت مثلا أو محمد عمران، يعني لا 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 أشعر إلا بقمة الروحانية اللي موجودة في كتاب الله. سبحان الله، في حديث في البخاري يقول أن أحد الصحابة كان اسمه أبو موسى الأشعري طبعا. وكان صوته من أجمل الأصوات صحيح. فمر النبي صلى الله عليه وسلم كان مارا فسمع صوته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. طب دكتور، موضوع الموسيقى، يعني إحنا طبعا الحمد لله اليوم كثير من الناس العلماء والمفكرين لم يعودوا يقول لك الموسيقى كلها حرام وكذا. نعرف قضية صار فيها اختلاف، ولكن الإمام ابن حزم الأندلسي وعبد الغني النابلسي وكثير من علماء السابقين أيضا كانوا يقولوا بأن الموسيقى لا شيء فيها. وهناك من كان يقول أنه حسب استخدامها، إذا استخدمتها في الخير فهي خيرة زي السكين بالضبط. طيب يعني الآن لو تحدثنا عن الموسيقى على وجه التحديد، يعني متى بدأت الموسيقى؟ ما هي أول مظاهر معرفة الإنسان بالموسيقى؟ الموسيقى زي ما ذكرنا في البداية دكتور هي وجدت في الطبيعة من خلال أصوات الطيور وجميع الأصوات التي تنتمي إلى الصوت الموسيقي. الصوت الموسيقي يفرق عن الصوت الطبيعي عندما تصبح ذبذبات هذا الصوت محددة ويمكن قياسها في الثانية الواحدة، يصبح هذا صوت موسيقي. الموسيقى بدأت منذ الخلق واكتشفت بالصدفة طبعا، كإنسان اكتشفها في الصدفة. وأول آلة موسيقية زي ما يعني مذكور بالمخطوطات هي آلة الناي النفخ، اكتشفت من العظم الإنسان أو عظم الحيوانات عندما استخدم الإنسان الأول اللي كان يستخدم جميع الأدوات للدفاع عن النفس، فكانت عظمة نفخ فيها لينظفها طلعت صوت. عبر سنوات عديدة لاحقة تطورت هذه الآلة بثقب آخر فصار صوتين وإلى آخره، عندما كانوا يذبحون الحيوانات وينشروا مصارينهم فالمصران يعطي صوت لما ينشف. الجلود أصبحت آلات إيقاعية، كله في محض الصدفة اكتشف ولكن تطور عبر العصور. أيضا كانوا يستخدموا الإيقاعات بهدف الدفاع عن النفس، طبول عند الحرب إلى أن يعني قطعت شوطا طويلا من التطور وأصبحت تتدخل فيها أو دخل العلم في الموسيقى. عندما دخل العلم في الموسيقى أصبحت الموسيقى منظمة أكثر، وهذا بدأ منذ الحضارة الإغريقية القديمة. اليونان هم أول من وضع تضريات وقواعد للموسيقى. ماذا عن العرب؟ العرب زرياب و هذول بفترة لاحقة. هل كان لهم دور يعني مهم طبعاً في هذا الموضوع؟ هم كان لهم الدور الأهم. إحنا استفدنا من الحضارة الإغريقية إنه كانت الحضارة اليونانية القديمة توثق كل شيء عبر الحجر وعبر المخطوطات. بقي هذا الكلام إلى أن دخل الإسلام، وفي الحضارة يعني في نهاية الحضارة الأموية وبداية الحضارة العباسية
أصبحت الفنون والموسيقى بشكل خاص هي تعكس العصر الذهبي للموسيقى في التاريخ، لأنه الفلاسفة اللي كانوا موجودين كلهم دأبوا على ترجمة مخطوطات اليونان الإغريق، وبدأوا يؤطروا الموسيقى ضمن نظريات محددة، ضمن نظريات وقواعد محددة، وبدأوا يقترحوا أساليب جديدة لتطوير الآلات، صناعة الآلات الموسيقية. فبدأ يعني الفن كنظرية وكتطبيق موجود في على أوجه. أضف إلى أنه في هذا العصر أصبحت مكانة الفنان مكانة مرموقة، الفنان يجلس إلى جانب الخليفة ويتحدث له ومنعم، مكانته الاجتماعية ومكانة اقتصادية مرموقة جدا في هذا العصر أصبح. إلى أن صدرنا من خلال زرياب إلى الحضارة الأوروبية، بدأت يعني بذرة التطور والنهضة الموسيقية في أوروبا من خلال زرياب. جميل دكتور، أنا مر علي نص للفارابي الحقيقة أنه يقول أنه كان لديه يعني أداة إذا عزف بها أبكى السامعين، وإذا غيرها وعزف فيها بطريقة ثانية أضحكهم، وإذا عزف بها بطريقة ثانية أنامهم. يعني بخليهم يناموا كمان. صحيح. بحيث أنه لست أدري ما هي هذه الآلة، ولكن أنا قرأت في أحد الكتب حول الفارابي الفيلسوف الكبير. صحيح. المسلم المعروف، كان فيلسوف ومفكر وموسيقي. صحيح. الآن هون دكتور، يعني كيف أنه الموسيقي ليس إنسان على هامش التاريخ، لم يكن إنسان لا صنعة له، مش لاقي شغلة وبالتالي بده يروح يصير فنان، إنما هو إنسان مبدع مفكر مثقف، وبنفس الوقت هو موسيقي. صحيح. أو هو فنان. صحيح. يعني كيف تنظر لهذا النموذج في صحيح. تاريخنا اللي هو الفارابي على سبيل المثال؟ صحيح. هي الآلة، يعني آلة تشبه آلة القانون، في بعض الناس قالوا هي القانون. نعم. الآلة اللي وصفها الفارابي، لكن اللي تفضلت فيه مجموعة الفلاسفة هم ترجموا اللي كانوا ينادوا فيه الإغريق القدماء. نعم. إنه الفنون الطبيعية الأربعة زي ما ذكرت، الطب والفلك والموسيقى والرياضيات. جميل. نفس الأمر كرروا الفلاسفة العرب، وجميعهم على فكرة جميع الفلاسفة اللي مروا من الكندي بن سينا، إخوان الصفا، الفارابي، يهتموا بالمنجم، كانوا يهتموا في كل الفنون. لهم رسائل في الموسيقى، لهم رسائل في الطب، لهم رسائل في الرياضيات، في إلى آخره. فكانوا يعتبروا أن الموسيقى هو فن أساسي مبني على علم، لأنه مرتبط في الرياضيات ومرتبط بالفيزياء ومرتبط بالكيمياء ومرتبط بالطب، فلا يستطيعوا أن يجردوا عن ارتباطه في هذه العلوم. رائع رائع. في مقولة أريد أن أسمع برضو تعليقك عليها دكتور، تقول من لم يطربه الغزالي الأوتار، أو من لم تطربه الأوتار، العود وأوتاره وخرير الأنهار وحفيف الأشجار، فهو فاسد المزاج ليس له علاج. يعني هل المزاج الإنساني الذي لا يتذوق الفن هو مزاج في حالة، دعنا نقول حالة يعني أولية، حالة حجرية بحاجة أن ننضجه، بحاجة أن نرتقي بهذا الذوق الإنساني؟ ماذا نفعل طبعاً. يعني حتى نجعل هذا الذوق الإنساني مستعد لتذوق الفن بمعناه العميق وبمعناه الصحيح؟ يعني إذا زي كأني بدي أسأل ما الفرق بين الإنسان الآلي والإنسان الطبيعي؟ نعم. يعني وصلت الصناعة وتطورها أن يصنعوا إنسانا آليا. نعم. يستطيع أن يتعامل بكل ما تريد، لكن ليس لديه أي إحساس. وهذا الفرق بين يعني الله خلقنا كبشر، خلق فينا غدد هي فقط لفرز هرمونات بس للإحساس والمشاعر وللروح. إذا أنا كإنسان لا أريد استخدامها، فأنا قررت أو حكمت على نفسي بأن أصبح إنسانا آليا. ومعدم. عجيب. في قرأت مرة في يعني بعض الدراسات عملوها لاستخدام الموسيقى العلاجية. صحيح.
يعني أنه حتى الناس اللي عندهم سكتات دماغية وعندهم أمراض صاروا يعرضوهم على أنواع معينة من الموسيقى فنتج عنها حالات أفضل بكثير من الشفاء أو وقاية من السكتات الدماغية وبعض الأمراض. صحيح. يعني هذا الشيء مثبت علميا؟ مثبت علميا تماما. في 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 النصف الأول من القرن السابق يعني في أمريكا بدأوا بوضع برامج أكاديمية تحت مسمى العلاج بالموسيقى وتستخدم في كل المستشفيات. هناك دراسات وتخصصات تمنح درجة الدكتوراه في العلاج في الموسيقى لأنه طبيا زي ما ذكرت في البداية يعني الأمر متسلسل ويؤكد بعضه البعض. يعني سبحانه وتعالى خلق جزء في الدماغ هذا مرتبط في سماع الموسيقى وهناك فرق. في دراسة أمريكية تحدثت ما الفرق عن الفرق بين أنك بين أن تمارس العزف أو الغناء أو أن تكون مستمع جيد. الفرق بينهما وأثبتت الدراسة أنه إذا مارست العزف والغناء فإنك يعني فإن الجسم يستفيد أكثر من أن تكون مستمع جيد. جميل جميل. وهو هرمون معروف هرمون الأندودورفين في الطب هو المسؤول عن مسؤول عن الراحة النفسية مسؤول هلا بيسموه هرمون السعادة يعني لا. أن تكون سعيدا أن تكون مسترخيا لماذا لبث الصفاء الذهني لتفكر أفضل ولتنتج أكثر. جميل. وهذا مستخدم زي ما يعني بنعرف كلنا حتى في لدى الحيوانات مش بس للإنسان يعني لا. يعني أن اللي عندهم مزارع أبقار بيسمعوا البقر موسيقى وهم يحلبوا في البقر بيزيد نسبة الحليب بيزيد إنتاجها. والعلاج جميل. مثبت هذا كلام جميل صحيح. يعني دكتور أيمن تيسير يعني ذكرتني بدراسة أيضا أنهم عملوا دراسة على صوت قلب الأمهات وعرضوا الأطفال حديثي الولادة لصوت القلب اللي بيكون الطفل منذ أشهر طويلة وهو في بطن أمه. فعندما عرضوهم لنفس دقات إيقاعية قلب الأم وكانوا منزعجين وإذا بالأطفال يشعروا بالسكينة ويشعروا بالطمأنينة. أعزائي المشاهدين نواصل حديثنا حول الفن وأبعاده الحضارية ولكن بعد هذا الفاصل. حياكم الله أعزائي المشاهدين ونعود إليكم وإلى موضوعنا في هذه الحلقة الفن وأبعاده الحضارية. دكتور يعني يخطر لي أبيات الغزالي رحمه الله حجة الإسلام الغزالي صاحب كتاب الإحياء عندما يقول إن كنت تنكر أن للألحان تأثيرا ونفعا فانظر إلى الإبل التي هي أغلظ منك طبعا تصغي إلى قول الحداة فتقطع البيداء قطع الحادي اللي بغني في السفر. صحيح. فإذا كان حتى الحيوانات تشعر بجمالية الصوت بالتالي يعني أن الموسيقى والصوت الجميل له أثر عميق جدا في النفس. ما هذه الآثار النفسية أيضا التي يمكن أن تؤثر في حياتنا الاجتماعية في حياتنا اليومية في يعني هدوءنا في غضبنا؟ كيف يمكن الموسيقى أن تجعل منا أناس والصوت الجميل يعني حتى الغناء؟ صحيح. احنا بنعرف الحديث الكريم يقول تغنوا بالقرآن. صحيح. يعني اقرأوه بصورة جميلة. صحيح. فإذا هذا الجمال الصوتي سواء كان جمال آلات أو جمال أصوات كيف يؤثر على النفس الإنسانية ويجعلها نفس يعني بهذه السكينة؟ صحيح. الإنسان ربنا خلقه يعني يتأثر بما يدور حوله. فإذا كنت يعني تأثرت بموقف صعب يحدث في داخلك كإنسان لحالة لفرز هرمونات معينة تسبب لك التوتر تسبب لك الاضطراب وبالتالي ينعكس هذا على نفسيتك. إذا تعرضت لموقف مغاير لهذا جسمك يفرز بعض الهرمونات التي قد تساعدك على الطمأنينة وعلى السكينة وعلى الهدوء وعلى الراحة. الموسيقى هي حافز أو محفز
فرز هرمونات تشعرك بالسعادة. فعندما يعني تريد أن تشعر بأريحية بصفاء، استمع إلى نوع معين من الموسيقى، ليست كل الموسيقى كل الأنواع قد يعني تستوي في أن تؤثر عليك لتصل إلى حالة نفسية معينة. فهناك موسيقى اللي الأوروبيين سبقونا بهذا الأمر، عندما مثلا تدخل إلى محل لبيع السي ديز الموسيقى، فمصنف الموسيقى كمكتبات، هذه الموسيقى عندما تقرأ استمع إلى هذه الموسيقى، عندما تلعب رياضة اسمع لهذه الموسيقى، عندما تود النوم استمع إلى هذه الموسيقى. فكل نوع موسيقى له استخدام خاص. هذا الكلام لم يصنف عبثيا، صنف هذا الأمر بناء على مسائل علمية وتجربة عملية واقعية، تجارب وأبحاث علمية قاسوا ردة فعل الإنسان عندما يستمع إلى موسيقى في ظرف معين. طب دكتور، يعني هناك من يقول أن الملحن الأول في تاريخ البشرية هو الأم، وبالتالي الأم كانت عندما تمسك طفلها وتهدهده من أجل أن ينام، وبالتالي المرأة هي التي كانت الملحن القديم والأول الذي يعني استخدم جماليات الصوت ودرجات الصوت من أجل إعطاء هذا الإحساس والراحة. وبالتالي الأطفال إلى اليوم ونحن في القرن 21، عندما الأم تهدهد طفلها وتريد أن تجعله ينام، درجة الصوت، هذا الأناشيد الشعبية اللي حديت اليوم تراث شعبي طويل عندنا إحنا في الأردن وفي العالم العربي، أغاني معينة لهدهدة الطفل، يعني كيف تنظر؟ وهذا ربما مدخل لموضوع الفن الشعبي، يعني كيف الفن الشعبي ربما كمان دكتور جميل أنه نشير أنه كيف له أثر بتقوية الروابط الوطنية صحيح. ما رأيك؟ طبعا الفن الشعبي من مسمى أو تصنيفه هو فن يمارسه الشعب، يعني وكأنه نقول أن هناك شيء يجمع هذا الشعب، شيء محدد أنه هذا فن ينتمي إلى الشعب، ليس نخبويا إلى طبقة معينة، هو فن شعبي بمستوى غالبية الناس، الغالبية العظمى من الناس ذوي المستوى الاجتماعي المعين والاقتصادي والفكري وإلى آخره. هذا يعني شيء جميل، يعني أنا حتى كموسيقي وبالرغم من أنه بحمل دكتوراه وإلى آخره، لكن عندما أستمع إلى الفن الشعبي لا تتخيل يعني الإحساس اللي بنتابني من 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 فرح، لأنه يبعث في الروح فعلا يعني شيء جميل، بحسسك في الانتماء، بحسسك في اعتزازك بوطنيتك بقوميتك، هذا إشي جزء من الهوية لأنه أكيد. وفي شعور جماعي، يعني كأنه الشعور يكون أكثر اكتمالا والمشاعر تكون رائعة أكثر عندما نشعر أنه الفن حالة جماعية. يعني أنا صدقا عندما أحيانا نقرأ مثلا القرآن قراءة جماعية أو حتى الذكر، صحيح، الذكر الجماعي يشعرك بنوع من السكينة. فهذه الأصوات الجماعية تواصل، فيها نوع من التواصل، فيها نوع من الشعور المشترك تماما. يعني الغناء الجماعي طبعا يعني لأنه بيصير فيها عملية انصهار للأرواح مع بعضها البعض للتعبير عن حالة معينة، سواء إذا اختاروا طبقة موسيقية واحدة فتأثير المقام الموسيقي عليهم تأثير واحد، اللفظ الإيقاع يعني يصبحوا يعني يؤدوا بإيقاع واحد بمقام واحد بنفس واحد، وكأنه حالة تجسد عمل جماعي للانصهار، وكأنه شخص واحد اللي بيؤدي هذا العمل. جميل جميل. دكتور لو انتقلنا لموضوع آخر من مواضيع الفن اللي هو النحت والصور والرسم والتماثيل عموما، احنا نعرف طبعا انه كمان في نظرة سلبية تجاه هذا الموضوع، وانه في ناس بيعتبروا انه هذا النحت او التصوير انه هو عبارة عن إساءة دينية وأنها ربما يعني مرفوضة في الدين، وطبعا هذا كلام غير صحيح، والدليل على ذلك الآية القرآنية
يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، وقدور الراسيات وجفان كالجواب. فسيدنا داود كانوا يعملون له التماثيل، فلو كان هذا الشيء محرم لذاته، يعني أنا قدمت هذه المقدمة من منطلق ديني يعني حتى نؤكد لأحبائنا المشاهدين دائما أنه في مفاهيم خطأ دينيا صحيح. وأنه موضوع أنه الرسم، لو كان الرسم شيء يناقض العقيدة كان سيدنا داود عليه السلام لم يكن لديه هذه التماثيل صحيح. فإذا دكتور يعني ما قيمة هذا النوع من الفن، النحت والرسم التصوير إذا صح التعبير صحيح. هلأ قيمته كفن يعني إحنا زي ما ذكرنا هو فن يعني يجسد الأبعاد المجسمات بأبعادها الثلاثية، بتعرف إنه الفن النحت هو يعني يجسد فن ذو أبعاد ثلاثية لأنك بتشوفه من كل الزوايا. فن قديم يعني هذا فن مش يعني ما طرأ على الحضارة مجددا أو جاء من فترة بسيطة، هذا فن عمره 4500 قبل الميلاد، فن بدأ وأصبحت الحضارات تعرف وتؤرخ من خلال تماثيلها وفنها، فن النحت الموجود فيها. يعني إحنا كل الشواهد الموجودة في الحضارات حتى في الأردن عندنا من آثار كلياتها منحوتات، من أقدم المنحوتات اللي هو إنسان عين غزال، المنحوتات اللي وجدوها في عين غزال أعتقد. يعني عندما يكتشف موقع أثري تعرف هذه المنطقة إلى أي عصر من خلال منحوتات، المواد اللي بيستخدموها، طريقة النحت بالضبط. فهذا فن يعني لا يجب أن ينظر له من باب الحرام والحلال. هذا فن يعني أنا بعتقد أي فن موجود سواء موسيقى ولا مسرح ولا بصري نحت يعني غير خاضع للتحريم والتحليل، هذا شيء مرتبط بالجمال، إنما طريقة استخدامه هي المشكلة ربما. تماما يعني شيء مرتبط بالجمال. يعني إن الله جميل يحب الجمال ولا تحرم زينة الله التي أخرج لعباده، التي أخرج لعباده. فبالتالي يعني هذا شيء لازم إحنا نهتم فيه ولازم يشكل جزء من حضارتنا. لا يعني حضارتنا مش بس بالشهادات والصناعة والتطور التكنولوجي، يعني إنما الفن هو جزء أساسي، جزء أهم من كل الأشياء اللي أنا يمكن ذكرتها. في الحقيقة مرة أثار نقاش بيني وبين أحد الأصدقاء، فقال لي إنه أنت عندما ترسم صورة كائن حي فهذا يدل على أنك تريد أن تضاهي يعني الخالق. تنافس خلق الله. قلت له أنا لما أرسم عصفور أو لما هذا الطفل صغير يرسم عصفور هو يريد أنه يتحدى خلق الله. طيب شو رأيك باللي بيصنع طائرة أقوى من كل الطيور، وهذا الإنسان اللي برسم سمكة بتفكره بده يتحدى خلق الله؟ طيب شو رأيك باللي بيصنع غواصات أكبر وأسرع وأقوى من كل الحيتان؟ إذن في هذه الحالة يجب ألا نصنع الطائرات، وفي هذه الحالة يجب ألا نصنع الغواصات. وللأسف ما احنا شايفين عالمنا العربي للأسف لا طيارة عارفين نصنع ولا غواصة عارفين نصنع، وبيجولك كمان بقول لك لا ترسم سمكة ولا ترسم عصفور كمان حرام، يعني لا رسمين عصفير ولا صنعين طيارات. للأسف يعني. فهذه النظرة دكتور، النظرة السلبية يعني تجاه موضوع النحت والفن مش معقول. يعني كيف الآن، أنا أريد أن أسألك بصدق، يعني الآن الطلاب الذين يتجهوا لكليات الفنون في الأردن صحيح، هل تشعر دكتور أنه في ثقافة سلبية ما تزال موجودة في مجتمعاتنا تمنع هذا الطالب، وربما يكون مبدع، ربما يكون لديه طاقات كبيرة صحيح، ولكن هل تشعر في أنه أيضا بالإضافة لأنه كما قلت في بداية الحلقة أنه في أناس قدموا فن سلبي، فن ضعيف، فن ربما هابط صحيح، وربما لا نسميه فن أصلا صحيح، ولكن ألا تشعر معي دكتور أنه في أيضا جانب نظرة سلبية في بعض مجتمعاتنا تجاه هذا النوع من الفنون؟ طبعا لا زال، للأسف أنه لا زال. يعني أنا أذكر زي ما ذكرت قبل البرنامج سنة 1984 أنا دخلت الجامعة،
لدراسة الموسيقى، وكنت أعتقد في ذلك الوقت أن لا زالت ثقافة دراسة الفنون شيء بسيط متواضع، لكن تحديت يعني الظروف واستمرت. بعد 34 سنة أنا الآن عميد لكلية الفنون وأقابل أهالي وأولياء أمور، لا زالت النظرة نفس المشكلة، نفس المشكلة للأسف. لكن هذا يعني من باب أو من زاوية أخرى مشرقة، هناك إقبال شديد أيضا لدراسة الفنون رائع. لكن بعض الفنون مثلا الفنون إحدى أنواع الفنون البصرية المتعلقة بهندسة الديكور، بالتصميم، الإعلانات، بالرسم، الرسم يعني والتصوير، في إقبال عليه من جديد. بدأ مثلا تخصص النحت يعني بدأ يلاقي رواجا. الموسيقى، المسرح والموسيقى شوي الإقبال عليهم أقل من الفنون البصرية، لثقافة العيب، ثقافة الحرام والحلال، ثقافة هذه السائدة ما تزال مؤثرة يعني. في هناك تيار شد عكسي يعني، التطور مستمر والتطور يعني في صعود، لكن في تيار شد عكسي أيضا يعمل من أجل يعني إبقاء ثقافة الحرام والعيب موجود للأسف. لكن إن شاء الله يعني عشنا ونأمل وسنبقى يعني نأمل أنه يعني يزداد النظرة أو تزداد النظرة الإيجابية أو الواقعية، لأنه هذا الفن يعني ممكن إذا أحسن استخدامه يجلب دخل ووظيفة ومورد مالي كريم لصاحبه. يعني دكتور، التأثير الذي تقوم فيه هوليوود مثلا اللي هي صناعة السينما العالمية ربما أكثر من تأثير وول ستريت، أو حتى ربما طبعا. حتى تأثير البيت الأبيض خوف الله. وبالتالي هذا التأثير صحيح. الفني زي السينما مثلا، شوف كم تؤثر في الثقافة، في الاقتصاد، أصبحوا كل أبنائنا متأثرين في ثقافة الإنجلوساكسونية وحضارة الرجل الأوروبي والأمريكي من خلال هذا النوع من الفن. فإذا يعني نحن نفوت على أنفسنا وسيلة رائعة جدا ووسائل رائعة جدا في أن نخترق هذه الحواجز تجاه الآخرين. أخيرا دكتور، كان عندكم مؤتمر قبل فترة على موضوع الفنون وكيف في مواجهة التطرف، أن تواجه التطرف. وإحنا بنعرف شو اللي بيصير في تدمر، وعرفنا شو اللي بيصير، والناس اللي بيحطموا تراثنا وبيحطموا كل الأسف تاريخنا باسم إنه هذا وثنيات، بدهم يحطموا الآثار. يعني بكلمة بسيطة، لا يبعد لدينا إلا دقيقة ربما، كيف نواجه التطرف بالفن؟ إحنا نواجه الفن التطرف بالفن من خلال تعزيز بعض القيم الموجودة في المجتمع. تعزيز قيمة الانتماء، هذه قيمة إذا عززت لدى الطفل في مراحل الدراسة المبكرة سنضمن أنه لن يفكر في أي تطرف وأي إرهاب. إذا مارسنا أو مارسنا دور الفن الحقيقي في المدارس سيصبح وجدان الطلبة في أبهى صوره. إذا بثينا روح الفريق الواحد من خلال النشاطات الجماعية في الفنون، سيصبح هناك تعاضد بين أبناء المجتمع، ولن يفكروا في السماح لأي غريب بأفكاره وأشكاله أن يدخل إلينا. فالفن هو أهم سلاح لمواجهة التطرف والإرهاب. يعني دكتور أيمن تيسير، بارك الله فيك، نشكرك شكرا جزيلا على هذا الحضور الحقيقة، الحضور المبدع. وأنت يعني الفنان وعميد كلية الفنون في الجامعة الأردنية. أعزائي المشاهدين، ما أحوجنا إلى فقه للجمال، فقه للحياة. كيف نستشعر بالله البديع، بديع السماوات والأرض، في الله عز وجل الجميل الذي يحب الجمال، هذا الجمال الذي هو جزء من مسيرة البحث عن المعرفة، هذا النحت، هذا التصوير، كله ليس إلا ارتقاء في الذوق الإنساني، في الإحساس البشري، من أجل أن نكون فعلا أقرب إلى المعرفة وأقرب إلى إنسانيتنا. فلنفكر ولنعد التفكير في نظرتنا للفن
وإلى أن نلقاكم في موعد آخر، أستودعكم.